السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلاب الصف الأول الإعدادي، عندنا يونت 2 الوحدة الثانية ليسون 4 الدرس الرابع بيج 9 صفحة 9، بتتكلم عن المهن والوظائف. عندي 1 2 3 4 5 6 مهن بنتكلم عنها. أول سؤال: ريد أند ماتش، اقرأ ووصل. هوصل كل مهنة، كل رقم بالحرف بتاعها. طبعا ده عشان نبقى عارفين، ده ميكانيكي، ده حلاق، ده محاسب، ده طباخ شيف، ده مرشد سياحي، ده عالم. قلت اسهل طريقة عشان نحفظ بيها الجمل، لازم اكون عارف عندي فاعل وفعل ومفعول به. لو انا بصيت في الميكانيكي هنا بيقول لي ايه؟ أميكانيك. الميكانيك اهو أميكانيك، بيعمل ايه؟ يبقى ده الميكانيكي. أميكانيك بيصلح، الفعل الحركة اللي هو بيعملها دي، فتح المكنة الحرارية وبيصلح، اسمها ايه؟ يبقى احنا عرفنا ان الشخص اللي واقف ده ميكانيك، هنقول اسمه، هنبص عليه ونقول مهنته أميكانيك. ها، بيعمل ايه؟ بيصلح. طب بيصلح يعني ايه؟ اهي ريبيرز، ده الفعل اللي هو بيعمله، بيعمل ايه؟ بيصلح. ريبيرز، ها، بيصلح ايه؟ ها، العربية. يبقى كارز. فين العربية بقى؟ اهي دي العربية. يبقى ميكانيك، ميكانيكي، بيعمل ايه؟ يصلح. ريبيرز، بيصلح ايه؟ العربيات، كارز. كده عرفنا صورة كل حاجة، حتى صورة الفعل عرفناه، اللي هو بيعمل بايده كده وبيصلح، اسمها ريبيرز. لو العربية خربانة يصلح يعني ريبيرز. فحدثنا الفعل اس عشان ده ميكانيكي واحد، ميكانيكي واحد قدامنا، والحرف والكلمة منتهية من الكلمة قبلها حرف ايه. طب احنا لو ما نشوف فيديو زي دي لعبة على الموبايل. اهو ده ميكانيك. ميكانيك بيعمل ايه؟ ريبيرز، بيصلح كار. يبقى انا عندي برضو نفس الفعل، فين الميكانيكي؟ او يبقى ده اميكانيك، بيعمل ايه؟ ريبيرز، بيصلح التاير معاه في ماسكه في ايده اهو. ها، طب بيصلح الايه؟ العربيات، السيارات. ادي كارز، اهي دي سيارة. يبقى ميكانيك ريبيرز كارز. طيب ايه الحاجة التانية؟ أباربر، الحلاق. الحلاق أنا عندي الحلاق أهو، أباربر، هو ده الحلاق. أباربر بيعمل ايه؟ بيقص. بيقص يعني ها كاتس. ادي كاتس اهي، شايفين الماوس في ايده بيقص، يبقى ليه فعل كاتس اهو. كاتس ايه؟ الشعر، شعر يعني هير. يبقى انا عرفت حلاق ويقطع او يقص وشعر. لو احنا بصينا برضو باربر، باربر كاتس، الفعل اللي هو بيعمله ده في ايده، بيمسك مكنة الحلاقة وبيقص، اسمها كاتس. طب هو بيقص ايه؟ ها،
الشعر ده شعر يعني hair. فاحنا عرفنا لازم نبص على لازم نشوف كل صورة وكل يعني احنا عرفنا ان الفاعل هنا أبربر الحلاق وعرفنا ان يقص يعني cuts الفعل يقص يعني cuts وعرفنا ايه هو بيقص ايه الشعر وعرفنا الشعر يعني hair خلاص يبقى أبربر cuts هير من فوق لتحت افارفر كاتس هير لكن انا لما اجي اكتب الجمله هكتب دي ودي جنبها ودي جنبها طب هوصل بقى دي بايه ها بايه خلاص احنا حفظنا طيب انا كاونتنت المحاسب المحاسب اهو اهو ده اسمه انا كاونتنت الشغل اللي هو بيعمله ده فعل بيعمل ايه يعمل احنا خدنا يعمل قبل كده معناها works يبقى اقول له كده works يبقى انا accountant works العمل اللي بيعمله بايده دوت اسمه works ها بيعمل مع ايه بيشتغل بايه ها نقول له كده with يعني مع يعمل مع يبقى مع خلي بالكوا ويز دي مش المكتب لا انا بقول هو بيعمل مع ايه دول اسمهم ايه فلوس او ما نقود نقود يعني ماني يبقى هنا بقول له ايه ها ادي الماني اهي انا اكاونتنت وركس ويز ماني او انا اكاونتنت وركس ويز money يبقى هنوصل دي بايه ها اهي بإف طيب رقم 4 الشيف الطباخ احنا لو شفنا الشيف حسن مثلا عشان اعمل نجرفكم شيف يعني تشيف طبعا التشيف يعني طباخ اللي هو الشيف اللي في المطبخ اول حاجه بقيه يجيب مكرونه يبقى عرفنا الفاعل يعني الشيف هو ده الفعل اللي بيعمل الفعل الفعل اللي بيعمل ايه قدامك اهو قول بسم الله الرحمن الرحيم طلع على الصوص واعمل صوص البشاميل واعمل صوص من السمنه او بيطبخ يعني كوكز تبدا طب بيطبخ الايه الاكل اكل يعني فود يبقى عرفنا الفاعل اللي هو الشيف عرفنا الفعل ان هو بيطبخ كوكز عرفنا المفعول به اللي هو بيطبخ ليه الطعام او الاكل اللي هو فود طب بيطبخ الطعام فين اسم المكان ايه مطعم يبقى طالما في مكان يبقى لازم في حرف جر اللي هو ان واسم المكان ريستورانت خلاص عشان اعمل بشاميل ريحه الثوم تطلع عليا خدي بالك من التركه دي يبقى انا عندي كده برضو لو انا عندي دي لعبه اهو تشيف اهو يبقى اقول له كده تشيف هو ده الفعل برضو ما تغيرش ولا الفعل اتغير بيه هو بيطبخ يبقى كوكس بيطبخ ايه الطعام فود واسم المكان ارستانت يبقى انا كده عرفت الفاعل عندي مين اتشيف الطباخ فين الطباخ اهو بيعمل ايه ها يطبخ يطبخ يعني كوكز الفعل اللي هو بيعمله ده ان هو بيحرك ايده بيطبخ اكل اسمه ايه كوكز يبقى هو ده الفعل كوكز اهو الفعل بتاع ايده اهو طب بيطبخ ايه ها فود الطعام ادي الطعام اهو اللي في الطاسة عندي طيب قلت في اسم مكان يبقى هاخد حرف الجر ان ادي ان في ها اسم المكان ده كله مطعم اسمها ايه ريستورانت يبقى اقول له كده ان ا ريستورانت
كل المكان ده اسمه مطعم. يبقى انا كده بقول له اتشيف كوكز فود ان ريستورانت. اللي بعد كده انا عندي مرشد سياحي. مرشد يبقى احنا هنعمل هنا كام؟ سي، هنوصلها بسي. اتور جايد، مرشد سياحي. يبقى الفعل عندي هنا المرشد السياحي ده، هبدأ بيه الجملة اقول له كده اسمه، والكلمة لازم نحفظها بالانجليزي اسمها اتور جايد، مرشد سياحي. بعد ما حفظت الفاعل احفظ بقى الفعل، هو بيعمل ايه؟ ها، بيبين للناس، بيبين، بيوري، يبين. الحركة اللي بيعملها بايده اهي، بيعمل كده بايده، بيبين للناس، بيشاور لهم على الاهرامات، بيشاور لهم على الابراج، بيشاور لهم على كذا البحار وهكذا. الفعل بقى اللي هو بيعمله اسمها شوز، لازم احفظها. ده الفعل اللي هو بيعمله. اهو بإيده اهو، شوز اهو، دي خلاص. يبقى تور جايد شوز، ها، بيوري مين؟ بيبين لمين؟ ها، بيبين الناس، كل دي ناس، دوت وده 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 وده، كل دول اسمهم ناس، يبقى هم دول المفعول به. بيوري لمين؟ للناس. يبقى انا عندي المفعول به، انا عندي فاعل، فعل مفعول به، بيبول. يبقى لازم احفظ المفعول به بيبول، هم دولت كلهم اسمهم بيبول، اربعة الخمسة اللي واقفين قدامنا. بيوريهم ايه؟ اماكن مشهورة زي الاهرامات، دي من ضمن الاماكن المشهورة، famous places. الاهرامات دي من الاماكن المشهورة. يبقى اقول له كده a tour guide shows people famous places. دي أول واحدة حفظناها، تاني واحدة حفظناها، تالت واحدة حفظناها، رابع واحدة حفظناها، ماشي. يبقى هنوصل دي بإيه؟ بدي المرشد السياحي يبين للناس أماكن مشهورة. آخر حاجة a scientist، العالم. الفاعل عندي فين؟ a scientist، العالم. هاجي عنده كده ابص عليه واروح قايل اسمه، هو ده العالم اهو. بيعمل ايه؟ الفعل بتاعه انه هو يعمل. فحفظنا كلمة works، يعمل يعني works. الفعل اللي بايده اللي هو بيعمله دوت اسمه works. بيعمل في ايه؟ ها، in اسم حرف الجر، بنكتب حرف جر عشان احنا هنقول مكان. ان اسم المكان ده معمل، معمل يعني a laboratory. المكان كله اسمه معمل. يبقى عرفنا، حفظنا اول حاجة الفاعل a scientist، ها، الفعل اللي هو بيعمله works، يعمل، حرف الجر في، وبعد كده معمل a laboratory. A scientist works in a laboratory. العالم يعمل في معمل. لازم نحفظ الفاعل، الفعل، حرف الجر، اسم المكان. يبقى في الدرس ده عندنا اسم المكان في مرتين، مع الشيف ومع العالم. هنوصل دي برقم كام بقى؟ بي بي. ان احنا لو شفنا برضو بتاع العالم، ادي الفاعل اهو achieve a scientist works in a laboratory، كل ده معمل. حفظنا احنا الفاعل الراجل اللي قدامنا عالم، ها، والفعل اللي هو بيعمله، وحرف الجر، واسم المكان كله. عشان لما اجي اسمع لك هتقول لي مكونات الجملة، هتشاور لي تقول لي ده عالم بيعمل ايه، حرف الجر واسم المكان، وتحفظ كل الكلمات. بعد كده هو بيقول لي هنا
Ask and answer about yourself and your family. اسأل وجاوب عن نفسك وعن عائلتك. بيقول لي هنا what's your father's job؟ ما مهنة أبوك؟ قال له he is a scientist، هو عالم. What do you want to be one day؟ ماذا أنت تريد أن تكون في ذات يوم؟ هو هنا بيسأل بسؤال what's، بيقول your father's، ده your عايدة على الولد ده، وfather's ملكية لمين؟ أب يعني father. father ملكية لمين؟ ليو، وبيكلم يو، وfather هتبقى ملكية لمين؟ father دي ملكية للولد ده، فده أبو الولد ده، فعشان أخليها ملكية هضيف لها إن إيه أبصرف إيه، إحنا خلاص عرفناها. مهنة بقى، المهنة اللي هو بيعملها، قال له يبقى بص عليه وقال هي إز، وذكر مهنته a scientist. طب لو انا عايز اقول what's your father's job مثلا مع دوت، ها he is a chief، مهنة الطباخ احنا عرفناها، وحفظنا مهنة المحاسب، وحفظنا مهنة الحلاق barber، وحفظنا مهنة الميكانيك mechanic، ومهنة المحاسب accountant. what do you want to be in the future one day؟ اقول له كده، هنا قال له what، ها do، بيسأل يو أو يو، ده بيوجه السؤال يو، يبقى دي يو أو أنت، يو ده هو دوت أنت، الفعل want to be عايد على يو برضو، هو اللي يريد أن يكون. ها one day ذات يوم، كيوم في النتيجة one day. هيقول له كده لما يجي يجاوب بقى، هو هيقول I، ها والفعل مش هيتغير، want to be، واسم المهنة مثلا يقول له a scientist. شفته سهلة ازاي؟ آخر حاجة بقى بيقول لي ايه، you are going to interview your partner about a person in their family. هتعمل مقابلة مع شخص عن شخص في عائلته. First plan some questions، خطط لبعض الأسئلة، to ask about these topics، عشان تسأل عن هذه المواضيع. their name، اسمهم، their job، وظيفتهم، where they live، أين هم يعيشون، where they work، أين هم يعملون، what they usually do، ماذا هم عادة يفعلوا، what they are doing now، ماذا هم يفعلون الآن. examples، مثل how many uncles and aunts have you got؟ احنا خدنا السؤال ده في الدرس الثاني. كم عدد الاعمام او الاخوال او العمه او الخاله اللي انت عندك؟ what is your aunt's job؟ ما هي وظيفه عمتك او خالتك؟ what does she usually do on Monday morning؟ ماذا هي عاده تفعل يوم الاثنين صباحا؟ هنكتب باراجراف عن هذا الشخص. طبعا ده مش هتكلم فيه كده بسرعه. This is Sara's aunt، هذه عمة سارة أو خالة سارة. Her name is سميرة، اسمها سميرة. She lives in Swiss، عايشة في السويس. She works in an office، هي تعمل في مكتب. أهم حاجة أنا شرحت عطيت الدرس، أهم حاجة في الدرس الكلمات، الفاعل والفعل والمفعول به، نحفظ كل مهنة وهي بتعمل إيه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.